إذا كان الله معك فإن معك الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فمن يكن الله معه فمن يخاف؟ فمن يخاف؟ ومن يكن الله عليه فمن يرجوه؟ ومن يكن الله عليه فمن يرجوه؟ قال ربنا سبحانه: وإن الله لا مع المحسنين. هذه هي المعية الخاصة، المعية الخاصة التي تتجلى بالتأييد والنصر والرعاية والعناية، هذه التي قال ربنا سبحانه لموسى وأخيه عليهما السلام: قال إنني معكما أسمع وأرى. وهي التي يقول فيها موسى عليه السلام نفسه لما أدركه فرعون وجنوده، هم البحر أمامهم وجنود فرعون وما لا طاقة لهم به خلفهم ولا مهرب لهم، كيف يبتغون السلم إلى السماء، كيف يصنعون؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظروا إلى التوكيد، أصل الكلام أن يقال نحن مدركون، هذا هو أصل الكلام، نحن مبتدأ مدركون خبر، نحن مدركون، لم يقولوا نحن مدركون، قالوا إن حرف توكيد لئلا يرتاب موسى في أنهم مدركون وفرعون مدركهم، ثم يزيدون مؤكدا ثانيا وهو اللام إنا لمدركون، فيقول لهم موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي إنني معي ربي. هذه المعية هي التي قال فيها ربنا سبحانه وحاكيا كلام نبيه صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فكان الشيء العجب، الله معهما، الشيء العجب الذي كان عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطول، لعناية الله معيته الخاصة. إذا كان الله معك فإن معك الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.